بسم الله الرحمن الرحيم. انا الدكتور وليد عبد العاطي حامد، مقرر مؤتمر واستاذ جهاز هضمي وكبد في جامعه عين شمس. انا سعيد يعني وجود الكوكبه من العلماء معانا في المؤتمر بتاعنا. انا شايف ان المؤتمر ده اتحاد 25 جامعه، دايما في اتحاد قوه زي ما احنا بنقول. التسجيل وصل 3000 دكتور، ودي حاجه جميله الواحد ما شافهاش بقاله مده. الحضور جميل، التوك كله اب تو ديت. انا يعني اتمنى ان كل الجامعات المصريه تبقى معانا، ويعني وان شاء الله نبقى اتحاد قوي، يبقى هو مؤتمر واحد للجامعات المصريه، نحط فيه عصاره خبرتنا ونحط فيه اللي احنا عايزينه كله. واتمنى ان انا اشوف اشوار الاطباء يبقى ليهم وضع في القصه دي. فرجاء شديد، دايما الحضور مهم جدا، ونحب دايما ان احنا نحب نشوف الاطباء بتوعنا يبقى اكنهم بره بالظبط، ونوصل للمرحله العالميه. ونتمنى نشوفكم دايما معانا في السنه الجايه ان شاء الله في 2020. وشكرا جزيلا.